الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير اليوم سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات لبعض ماذا الطلبة من بين الأسئلة التي طرحت هي رد فعل فرنسا على مؤتمر ماذا على مؤتمر الصوم عندما قل لي أعزائي الطلبة ما هو الأثر أو رد فعل أو كذا دائماً جي بعد الأحداث اللي وقعت بعد هذا الحدث إحنا مؤتمر سوما كان في عشرين وتسعة وخمسين إذاً اللي الاحداث اللي تاتي بعد مؤتمر الصمام هي وقامت بها فرنسا هي تعتبر ردود فعل ماذا على هذا الحدث مثلا عندنا ردود فعل فرنسا على مؤتمر الصمام داخليا داخليا ممارسة المزيد من الضغط الداخلي وذلك بواسطة توسيع المحتشدات وتهجير السكان إليها، يعني محتشداتنا قلنا هي عبارة عن مناطق مسيجة تضع فيها ماذا فرنسا الجزائريون من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ما هو الهدف من هذا هو عزل الشعب الجزائري عن ثورته وبالتالي عزل الثورة عن الشعب وبالتالي قضاة تتمكن فرنسا من إخماد لهيب هذه هي الثورة، مضاعفة المناطق المحرمة لاحظوا جيدا وعدد وعدد قوات يعني فرنسا ضاعفت عدد قوتها في الجزائر كما ضاعفت عدد المناطق ماذا المحرمه هي مناطق محرمه على الجزائر سواء السكن فيها او حتى العبور عبور ما ناحيه هذه ماذا المناطق مناطق تكون ماذا محروسه بالقوات ماذا الفرنسيه وتكون خاصه مدى في الارياف وعلى الحدود الجزائريه ماذا الحدود الجزائريه كل هذا هدف فرنسا هو عزل الثوره عن الشعب وابعاد شعبها عنها وحرمان ايضا وغلقها وخنقها على الصعيد الخارجي انتهاش سياسه الارض المحروقه يعني حرق كل ما يوجد على سطح الكره الارضيه من كائنات ماذا حيه سواء نبات او حيوان وحتى ماذا الانسان بارتكاب المجازر الرهيبه والبشعه واتلاف المحاصيل ماذا الزراعيه وقتل الحيوانات تعميم وسائل التعذيب والقتل الجماعي وسائل التعذيب احنا قلنا احنا فرنسا نشات ماذا مدرسه جون دارك بيسكيك هذه المدرسه هل هدفها هو تخريج الاطارات في شتى الميادين اه في الجزائر لا هي تخريج ناس متخصصين في كل انواع ماذا التعذيب ماذا اللي في ضد الجزائر والقتل الجماعي يعني احنا قلنا بعض الامور مسؤوليه الجماعيه عندما يحدث شيء معين او يرتكب فرد معين من قريه ما تاتي فرنسا وتبيد هذه ماذا ال قرية يعني تحملها المسؤولية، تحميل المسؤولية الجماعية، بسبب أو بدون ماذا سبب، محاولة عزل الثورة على الخارج، كيف حاول فرنسا عزل الثورة على الخارج من خلال إنشاء الأسلاك المكهربة على طول الحدود الشرقية والغربية للجزائر، من بين هذه الخطوط المشهورة، خط شال وخط ماذا موريس، ما هذا عندنا هناك تشوف خطوط خريطة، تلاحظوا هذا الخط لاحظوا، يمتد ماذا من الساحل حتى ماذا؟ حتى تبساك تشوف حتى ويفوت تبساك. هاك هوليك هذا كل خطوط ماذا مكهربة لاحظوا بين الخطوط هذه بين هذه الخطوط هذا هنا ألغام، هنا هذه كلها مناطق ماذا ملغمة ملغمة، ما هو الهدف؟ هو خنق الثورة الجزائرية عن الخارج يعني ما تسمحش بخروج الثوار الجزائريين ماذا من الجزائر إلى تونس وبالتالي للعالم لجلب ماذا السلاح ولجلب ماذا المال، وهدفه هو يقول لك تقول لك فرنسا نعزلها للخارج وبالتالي هذا يمكنه من القضاء وإخماد هذه الثورة أيضا نفس الخطوط موجودة على الجهة الغربية مع المغرب ماذا المغرب الأقصى لكن الحدود اللي كانت أكثر استعمالا للحدود مع تونس مع تونس هذه الخطوط هذه وملغمة أيضا وبالإضافة إلى المناطق ماذا المحرمة وبالتالي لكن الثورة تمكنت ماذا من التغلب على هذه ماذا الاستراتيجية الاستراتيجيه بتكوين اشخاص مختصين في نزع الالغام نعم وغيرها المقاربة قلنا القيام باصلاح زراعي ما قلوا اصلاح زراعي هل هذا الاصلاح الزراعي حيكون في كامل في صالح كامل للشعب الجزائري بطبيعه الحال حيكون هذا الاصلاح الزراعي موجه للكولون المعمرين وايضا موجه ماذا يخدم في يخدم ايضا العملاء الجزائريين خارجيا اما على الصعيد الخارجي ما هي الاحداث اللي قامت بها فرنسا بعد او في 56 وبعد 56 هي ماذا فرض تعتيم اعلامي على الثوره يعني ما كانتش كانت تتكلم عن ثوره وفق ما يخدم مصالح ماذا الفرنسيه عرقله تدوير القضيه الجزائريه يعني كل ما تطرح القضيه الجزائريه في محفل دولي ولاحظنا هذا عندما طرحت في الامم المتحده عده مرات كان يقولوا بانها شان داخلي شان يخص ماذا فرنسا يعني بين الجزائريون وبين فرنسا لا دخل للعالم ماذا في هذه القضيه منح الاستقلال او منح الاستقلال لتونس والمغرب سنه 1956 حنا قلنا فرنسا استجابت لطلبات مدى التونسيه والمغاربه والكثير ماذا بعض شعوب شعوب مستعمراتها الاخرى حتى تتفرغ للثوره الجزائريه ارتكاب احداث ساقيه سيدي يوسف منها مجاز منها في 8 فيفري 1958 حتى تخيف وترهب ماذا التونسيين حتى ليقدموا المساعده للثوره الجزائر هذا ايضا من بين وسائل خنق الثوره الجزائريه خنق الثوره الجزائريه يعني الخارج وعزلها على الخارج يعني تخويف كل الدول المسانده والمؤيده للثوره الجزائريه المشاركه في العدوان الثلاثي على مصر ايضا هنا عمليه تخويفيه ولا لا تخويف مصر اللي كانت تدعم ايضا ماذا الثوره الجزائريه المشاركه في العدوان الثلاثي على مصر اللي قامت به ماذا؟ قام به الكيان الاسرائيلي وقامت به بريطانيا، شاركتهم ماذا فرنسا حتى تقضي ماذا؟ وتضعف ماذا؟ مصر حتى لا تقدم المساعده والمؤونه ماذا للجزائريين، في 29 اكتوبر 1956 كلكم تعرفوا بان تم انهاء هذا العدوان بعد تدخل الاتحاد السوفيتي من الامم المتحده وهدد بقصف لندن وباريس وتل الربيع. ما هي الاستراتيجيه اللي قامت بها ايضا في فرنسا اخرى للرد على مشروع او على مؤتمر الصومال هي اختطاف طائره القاده الثوره الخمس آه قاده الثوره الخمس اللي كتقولنا متوجهه ماذا من المغرب ماذا الى تونس في 22 اكتوبر 1906 ماذا و